كانت مدينة دوبا حاضرت ولاية لوغون الشرقية ثالث محطات وفد اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بقيادة رئيسها وزير إدارة الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد ليمان محمد، وكان في مقدمة مستقبليه الأمين العام للولاية غانا جيكيلا. وبعدها عقد لقاء جمع الوزير مع مسؤولي كل من الولاية واللجنة الولائية للكونارك. وأوضح في مستهل المناسبة الأمين العام للولاية غاناجي كيلا إنه منذ الانطلاقة الرسمية لعملية مراجعة السجل الانتخابي تم تسجيل أكثر من 48,000، أي بنسبة 69% من أصل إجمالي المسجلين، الأمر الذي أشاد به الوزير ليمان محمد، وقال إن عملية مراجعة السجل الانتخابي الجارية حاليا هي بداية اللبنات الأساسية للعودة إلى النظام الدستوري، وبناء عليها سيتم تنظيم الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية المقبلة، لذا يجب على جميع المواطنين مراجعة سجلهم الانتخابي. كما وصل الوفد الذي يقوده رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري وزير إدارة الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد ليمان محمد إلى مدينة كمرة حضرت ولاية مندول، وكما هو معتاد عقد لقاء مع مسؤوليها الإداريين والتقليديين، وأشار فيها كل من حاكم الولاية الجنرال آدم فورتي أحمدو ورئيسة بعثة الكونارك لولاية مندول إليس لوم إلى التحديات التي تواجههم في تنفيذ المهام التي كلفوا بها في عملية مراجعة السجل الانتخابي. وقال إنه من ضمن هذه المشاكل هي وعورة الطرق المؤدية إلى بعض المقاطعات والمناطق بولاية مندول، خاصة في هذه الأيام التي تشهد أمطارا غزيرة، وكذا بعض الإشكاليات التي لوحظت في بعض الأجهزة المخصصة لهذه العملية التي وزعت في المقاطعات. ومع ذلك استطاعت اللجنة الولائية بتسجيل أكثر من 47,000 وتصوير حوالي 27,000، أي بنسبة 59%. أما رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري ليمان محمد فأشاد بحسن الاستقبال الذي حظي به وفده، وقال إن البعثة التي يقودها جاءت لتقييم عملية مراجعة السجل الانتخابي وكذا التعرف عن كثب للصعوبات التي تعيق الفنيين والإداريين من أداء مهامهم بأكمل وجه، وأكد بأن كل الإمكانيات المتعلقة بالمالية واللوجستية لتسيير هذه العملية تم توفيرها وليس هناك حجة للتقصير. وقال نحن من خلال هذه الزيارة الميدانية نقيم جميع أعمالكم وسنتخذ الإجراءات اللازمة. هذا وفيما يتعلق بنقص المعدات، أعطى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري ليمان محمد تعليمات إلى مسؤولي اللجنة اللوجستية بعمل كل ما هو مطلوب لحل هذه الإشكاليات، وقامت على الفور بتنفيذ هذه الأوامر. هذا وستكون مدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط خامس محطات وفد لجنة الكونارك الذي يقوده رئيسها وزير إدارة الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد ليمان محمد.